عندي سؤالين سريعا كده. عملة البيتكوين والكلام عنها في الفترة اللي فاتت الرقمية والصراع مع الذهب والاستثمار فين؟ شايف الموضوع ده ازاي؟ أول حاجة خليني أنا، أنت عارف حضرتك إن أنا راجل اقتصاد ودراستي اقتصاد ودراستي التانية تحليل أسعار معادن سامية. خليني أقول لك على حاجة، يعني إحنا أولا التعامل في البيتكوين في مصر غير قانوني. ده أول هام. تاني هام، هل البيتكوين أثرت على سعر الذهب؟ ما أثرتش عليه عالميا. طيب لما نيجي نقول النهاردة البيتكوين النهاردة حركتها حركة كبيرة وفيها مجازفة كبيرة غير معلومة، والظهر اللي بيتسند عليه عملة البيتكوين أنا في نظرتي الاقتصادية ظهر غير آمن. يعني الذهب إذا الناس بتتعامل فيه في البورصات العالمية هي بتتعامل فيه دوكيمنت أو ورقي، ولكن قد ترجع ليه فيزيكال إن هو يستلمه شيء ملموس في إيده. تمام؟ لكن البيتكوين أنا لو اتعاملت في البورصة أوكي في البيتكوين وحبيت إن أنا أمسك البيتكوين في إيدي، همسك إيه؟ همسك الهواء. تمام؟ يعني بغض النظر عن هو غير قانوني التعامل في البيتكوين في مصر، لا انا مفيش ظهر انا مسنود عليه. فالاستثمار في البيتكوين انا شايفه مجازفه فارغه، وهيبان قريب، يعني انا شايف انه هيبان قريب ان هي كانت مجازفه فارغه، لانه مفيش حاجه نتسند عليها. مش البيتكوين بس، انا بتكلم على كل العملات الرقميه اللي نازله، لان النهارده بقى واحد بينام بالليل يصحى الصبح يعمل عملة رقمية. خلاص، يبقى من كلامك عرفنا الذهب مقارنة بالبيتكوين الوعاء الادخاري هو الذهب. مظبوط. طيب هختم مع يعني عشان وقت برنامجنا، مدينة الذهب والعمالة المدربة، يمكن انت بتأكد على الموضوع ده وكنت بتكلمني قبل الهوا على الموضوع ده. العمالة المدربة، مصر فيها مشكلة في العمالة المدربة، ويمكن اللي حصل سنة 97 كان في الضربة الأولانية لقطاع السياحة. قطاع السياحة على فكرة بيشكل من عندنا 5% من إجمالي المبيعات، من إجمالي مبيعات الذهب في مصر. فالضربة الأولى اللي هي كانت سنة 97، ونيجي بعدها 2011، تمام، حصل إن هروب ناس كتيرة قوي من ولاد المهنة المدربين، هربوا بره القطاع الإنتاجي بتاعنا. تمام؟ وما بقوش عندهم استعداد إن هم يرجعوا له تاني، لأن هم أخذوا لطشات كتيرة، فبالتالي هربوا من المهنة. النهارده إحنا عندنا نقص في عدد العمالة في المهنة. ويمكن مدينة الذهب زي ما الريس قال إن هي إن شاء الله فيها مدرسة كبيرة تعظم من مد القطاع بالعمالة. وإن كنت أنا بقول يا ريت لو نعجل بمدرسة الذهب قبل النقل للمدينة الذهب، لأنه العمالة دي هي اللي هتشتغل في المصانع دي، فلازم تكون العمالة مدربة عشان تخش على شغل.